السلام عليكم، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناه باغادي ديغو. سعيده جدا بلقياكم. شكرا لكم بزاف على التعليقات اللي خليتوا ليا البارح وقبل وفي جميع الوصفات اللي كنزل. شكرا لكم بزاف، وشكرا ايضا للناس اللي كيجربوا وكيرجعوا باش يقولوا ليا النتيجه، والناس اللي كيصيفطوا صور ديال التطبيقات ديالهم عبر الانستغرام. كنقول لكم شكرا جزيلا لكم. واليوم غادي نشوفوا هاد البسبوسة بعصير البرتقال، مسقية بعصير البرتقال، كتجي خفيفة بزاف وكتجي لذيذة وسهلة في التحضير بمكونات بسيطة. نمشي ونشوفوا المقادير. غادي ناخدو القياس بالكاس ديال العنبة. غنحتاجو جوج بيضات، كاس الى ربع ديال الزيت، كاس الى ربع ديال السكر، كاس ديال عصير البرتقال، علبة ديال ياغورت بنكهة الفاني، 16 غرام من خميرة الحلويات، وكيس ديال السكر فاني. ممكن ايضا تستعملوا قشور البرتقال الى بغيتو، وثلاثه الكيسان ديال السميده رقيقه. غادي ناخذ اناء كنديروا فيه البيض، قبيصه ديال الملح. اسمحوا لي ما ذكرتهاش مع المقادير، دائما نديروا قبيصه ديال الملح في الوصفات ديالنا. الفاني، السكر، وكنطربو مزيان بطراب يدوي حتى كيبدا هاد الخليط اللون ديالو كيبيض. فهنا بحال كنحاولو نذوبو هداك السكر. صافي حتى كيولي بحال هكا. من بعد كنزيدو الزيت، ثم غنزيدو عصير البرتقال. والعلبة ديال الياغورت. وكنخلطوا من بعد غنضيفوا السميده. عندي هنايا ثلاثه ديال الكيسان، هذا الكاس الاول، هذا الثاني. نخلطوا ونكملوا الكاس الثالث، نشوفوا القوام كي داير. بغينا هاد الخليط يكون خفيف باش حتى البسبوسه كتجينا خفيفه. هنا انا زدت الكاس الثالث، وغنزيد خميره الحلويات. وكنخلط. الفران ديالنا في هاد الاثناء يكون سخون. كنفرغوها في قالب اللي بغيتو، ندهنوه بالزبده ونرشوه بالسميده او نرشوه بالكوك، وكنفرغوا الخليط. ممكن ديروا حتى بيغاكس ديال الدجاج. صافي، وندخلوه الفران على نار مهيله. كنشعلو عليه في الاول غير من الاسفل، وكنخليوه حتى كنخليوها حتى كتبدا تحمر من الاسفل، وكنشعلو الفوق. هنايا خديت عصير البرتقال. انا عندي هنايا كاسونس ديال العنبه، ضفت ليه كيس ديال السكر بنكهه الزهر. ممكن ديروا حتى جوج كيسان ديال العنبه ديال العصير. انا هاد العصير هو اللي بقى عندي. كنخلطو مزيان. الا كان الليمون حامض ممكن تزيدوا فيه السكر. انا الليمون حلو بزاف، فنسمتو فقط بهذاك الكيس ديال الزهر، وسقيت به البسبوسه مباشره بعد ما خرجتها من الفران. كما كتشوفوا بعد ما طابت وتحمرت سقيتها وخليتها تبرد. من بعد كنقطعوها ونزينوها كما بغينا، يا اما بالكوك او مكسرات. انا هنايا غندير شويه ديال الكونفيتور ديال الفخيز، وغادي نحط فوق منه طريفات ديال الكركاع. كندوزو السباتول على الجناب. صافي، وكنزين. و
والتزيين كيبقى اختياري، كل واحد على حسب اللي بغى. وهذا هو الشكل النهائي ديال الوصفة ديالنا ديال اليوم. شكرا لكم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء مع وصفة جديدة بإذن الله.